رمضان كريم. في استكمالا للمكتشفات اللي غيرت العالم، راح نتحدث اليوم عن مكتشف جدا هام غير حياة البشرية، وهي أدوات الجراحة. في القرن العاشر في إسبانيا كان هناك جراح بارع يدعى أبا القاسم خلف بن العباس الزهراوي، هذا الذي ألف كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف، وهو موسوعة طبية حقيقية. ورد في كتابه مجموعة ضخمة جدا من الأدوات الجراحية. كان تصميم الزهراوي لهذه الأدوات الجراحية دقيقا جدا، إذ لم يطرأ على معظمها أي تغييرات طوال 1000 عام، وحتى إن حدثت تغييرات كانت طفيفة جدا. وكانت هذه الشروحات هي التي أرست علم الجراحة في أوروبا بعدما ترجمت هذه الكتب إلى القارة الأوروبية. أحدث الزهراوي ثورة في عالم الجراحة بإدخال العديد من الإجراءات والأدوات الجراحية المبتكرة، ومن الأمثلة على ذلك أدوات ابتكرها الزهراوي، مثلا تفتيت الحصى والكلى. المزيد في طقس العرب، رمضان كريم.